إذن متابعينا الكرام، مرحبا بكم جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. صباحكم مبروك متابعينا، وحنايا في هذا الصباح اللي كنبغيو نقول لكم يعني خذوا يعني احتياطات ديالكم، فمازال كنشوفوا الكسيد. حنا الان في طريق اناسي، كسيدة دابا في هذا الصباح يعني السيدة سايقة تريبورتور، يعني تفرقعت بها الرويدة ديال التريبورتور. كيف كنشوفوا حنايا دابا في طريق اناسي، مسكينة فتم النقل ديالها للمستشفى، حين يعني السلعة مشات. يعني فكتشوفوا يعني حشا تريبورتور، يعني مسكينة مشات لها السلعة دابا، الله يحسن لها العوان. تريبورتور هو هذا، يعني فين كنشوفو مسكينة، هادي هي السيدة. سال مايك السيدة، شنو وقع لها؟ وقع لها والو، ما عرفتش شنو والله ما عرفنا. ما وقع لها والو، خواتك تشوف كي جينا ما لقيناش شحال. دابا السلعة مسكينة مشات لها، مشات لها بعدا الدراري، بعدا جمعوا لها بعدا السلعة ديالها. او الدري سولو سامي ترى السيده ما وقع لها والو. لا ما وقع لها والو، ما تصورنيش. لا ما تصور، حل مع بنات، ما تصور. الله يرحم الوالدي، بعيد عليا انت. ابل دير كاميرا دايره ليا تدير ما ديك. ايه لا ما وقع لها والو، الحمد لله. بعد السيده ما وقع لها والو، يعني غير السلعة مسكينة اللي مشات لها شوية. هذاك هو التريبورتور ديالها، يعني كيف قلنا مزيدا من الحيطة والحذر. راه الشيء اللي ولينا كنشوفو كثير بزاف، خصوصا في هذه الأجواء الشتوية، يعني فكيكونوا حوادث كثار 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 بزاف. نتمنوا من الله يعني نزيدو ناخذو بالنا مزيان، ويرفع لينا ربي هذا كثرة الحوادث، خصوصا يعني في هذا الفصل ديال الشتاء. دائما حنايا في طريق اناسي. صباح الخير على الجميع المغاربه، صباح الخير شي حنان، صباح الخير عليكم كاملين. كيف ما شفتوا انا البارح كيف كانت اكسيدون في لوطوروت، يعني ما بين تشادار تشادو مارس، شفنا رموك كيفاش طلع فوق من الطوموبيل، يعني بسبب ضايع او شاري، خصوصا يعني هاد الايام فولينا كنشوفوا بزاف ديال الحوادث بسبب يعني التساقطات وبسبب هاد الشيء هادي. الله يزيدنا في الشتاء، والله يعطيها لينا على قد نفع ان شاء الله، وهذا ما يكون سبب يعني باش يكون عندنا بزاف ديال الحوادث. نفرحوا بالشتاء وما بغيناش الحوادث، نحاولوا ما امكن اننا يعني ناخذوا جميع الاحتياطات وجميع يعني نردوا بالنا قد ما كان وقد ما لقينا. شكرا لكم متابعينا، والى اللقاء.